القيم الأخلاقية. بينما لو نقارن مثلا بالفكر الغربي نجد أنه في عندما تتصادم المصالح بالأخلاق، نعم تهدر قيمة الأخلاق وتذبح الأخلاق وتذبح القيم الأخلاقية. واشتهر الغربيون واسمه الميكيافيلية، هذا أستاذ من المذهب المشهور، يعني الغاية تبرر الوسيلة، لا فان جوستيفي لي مويان. نعم، بينما عندنا نحن في التربية الإسلامية في إعداد نهضة الأمة، حضور الأخلاق في كل مستويات حياتنا، وأن كأنه لا يمكن أن يتصور مسلم بدون أخلاق، بحيث إن المسلمين التزموا الأخلاق حتى في الحروب، حتى في الجهاد المقدس. نعم، ونحن نعرف وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لجيش أسامة في الغزوات، ووصايا الخلفاء الراشدين لأهل الفتوحات الإسلامية للفاتحين: لا تقتلوا امرأة ولا طفلا ولا صبيا، ولا تقطعوا شجرة، ولا تقتلوا رجلا حبس نفسه في صومعته. الضوابط الشرعية حتى للحروب وللجهاد المقدس. بينما نلاحظ الغربيين عندما غزوا العراق كيف ذبحوا الأطفال، وكيف استعملوا الغازات السامة، كيف استعملوا الأسلحة الممنوعة دوليا، الاحتلال الصهيوني في فلسطين وفي غزة كيف يقتل ويبيد الأطفال ويبيد النساء ويغتصب، بحيث كما قالت الكاتبة الأمريكية كارين أمسترونغ في كثير من كتبها، وحتى اعترفت قالت: نحن الإرهابيون وليس المسلمون هم الإرهابيين. نعم، قالت: نحن الذين أحدثنا وفعلنا مجازر كثيرة في التاريخ. هكذا تقول كارين أمسترونغ. وهناك شهادات كثيرة لمفكرين غربيين ولعلماء غربيين، شهادات موضوعية فعلا. نعم، حتى لا أطيل عليكم، عندنا بعد اقتدائي، بعد مرجعي، بعد أخلاقي، نعم، وبعد الثالث بعد التوريث والاستخلاف. هذو أربعة أولا في إعداد الإنسان. بهذه الأبعاد التي كانت حاضرة عند رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم في إعداد الأمة، نعم، وليس بطريقة عشوائية جزافية، بل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مخطط يسير عليه، كما قال الفقيه الكبير محمد رواس قلعجي في كتابه قراءة سياسية في السيرة النبوية. نعم، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير على مخطط كما سار أنبياء من قبله، كما فعل يوسف عليه السلام في تقديم مخطط ينقذ مصر من أزمتها، مخطط لخمسة عشر سنة أنقذ مصر من أزمتها، وهكذا يكون هدي الأنبياء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير وفق مخطط، فأحدث في الإنسان الأول، في الأولين الذين استجابوا لدعوته ودخلوا دار الأرقم بن أبي الأرقم، حضر بعد مهم جدا أيضا، بعد تزكوي، بوريفيكاسيون، التزكية، يعني بعد اقتدائي، بعد مرجعي، بعد أخلاقي، بعد توريثي، وبعد التزكية. إعداد الإنسان فكريا وجسميا شيء جميل، لكنه يجب أن يكون هناك إعداد روحي، تزكية للروح. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يزكي الصحابة، يطهرهم ليكونوا مؤهلين في حمل مستقبل الإسلام، ويكونوا مؤتمنين ليكونوا مؤتمنين على ثروة الأمة في المستقبل، على أموال الناس في المستقبل، عندما سيتولون المناصب ويتولون القيادة في الأمة سيكونون أمناء، كما قال عمر في الصحابة، قال: إن قوما أدوا مثل هذا لأمناء، في الحادثة
المشهورة عندما جاءوه بالصناديق. نعم، بهذه الأبعاد أحدث النبي صلى الله عليه وسلم في نهضة الأمة تحولات في الإنسان المسلم، تحول عقائدي، العقيدة الصحيحة جاءت بتصور صحيح، جاءت برؤية صحيحة للحياة، جاءت برؤية صحيحة للكون، جاءت برؤية صحيحة للدور الإنسان في الأرض. نعم، وثم تحول منهجي، أصبح الإنسان المسلم عنده منهج يسير عليه، بعد أن كانت حياته فوضى، بعد أن كان يستسلم للفوضى، يعيش في فوضى، نعم، يعيش على الإغارة بين القبائل وما إلى ذلك، جاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الهدي ليعلم الإنسان كيف يكون لديه منهج في الحياة، منهج بمعنى عنده أهداف واضحة، وضوح الأهداف، المنهج يعني وضوح الأهداف، وضوح المراحل. بهذه النقلة المنهجية كما يقول الأستاذ عماد الدين خليل، بهذه النقلة المنهجية تطور العقل المسلم بعد ذلك بالنقلة العقائدية والنقلة المعرفية والنقلة المنهجية، أصبح الإنسان المسلم له فضل بعد ذلك في اكتشاف المنهج التجريبي في العلوم، في تطوير العلوم، في تقديم علوم وتخصصات للعالم الغربي بعد ذلك. نعم، النقلة الأخيرة هي النقلة الأخلاقية، التربية والتزكية. أحدث الرسول صلى الله عليه وسلم في الإنسان المسلم نقلة أخلاقية، بحيث أصبح المسلم ذا مستوى أخلاقي عالي جدا، يتعامل مع الناس وفق القيم التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وفق القيم التي جاء بها الوحي. لأن الفرق بين الهدي النبوي والفكر الغربي يكمن في نقطة حساسة جدا، وهي أن الهدي النبوي ونهضة الأمة في الهدي النبوي تعتمد على الوحي الذي جاء بهذه القيم الأخلاقية. ربما في هذه الدقائق التي بقيت، نعم، إذا أردت أن أعرج على المقارنة السريعة بين الهدي النبوي والفكر البشري، وإن كان كما أشرت في البداية الفرق شاسعا بين فكر بشري وهدي نبوي معصوم، نعم، إلا أنه نجد أن المسلمين في الفتوحات الإسلامية، نعم، كانوا عندما يغلبون أو يفتحون، نعم، لا يتعاملون مع المغلوب من نظرة من موقع استعلائي قهري كما يفعل الغزاة والمحتلون والمستدمرون عندما يدخلون بلاد ما، بل كان الإسلام كما كتبت ذلك في بحث آليات التواصل الإنمائي للحضارة الإسلامية والتعامل مع المغلوب، منشور في ضمن إسلامية المعرفة المعهد العالمي للفكر الإسلامي، نعم، أن الحضارة الإسلامية امتازت عن الفكر الغربي إن صح التعبير، امتازت بهذا التعامل، أن الحضارة الإسلامية إذا غلبت مدت يدها للمغلوب لكي يشارك في التنمية، لكي يشارك في البناء، لكي يشارك في صناعة الحياة، ولا تكمل عليه وتجهز على الجريح كما يقال وتقضي عليه، حتى وإن كان المغلوبون من جنس آخر أو من دين مخالف أو من مذهب مخالف. وقد حدث هذا في سمرقند، وحدث هذا في مناطق كثيرة، إبان تاريخ الفتوحات الإسلامية، لا كما ينقل بعض المغرضين من المستشرقين، نعم، على أن المسلمين كانوا يغزون العالم، وقد كذب هذا سير توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام، نعم، وفند مزاعم هؤلاء الذين يتهمون الفتوحات الإسلامية والمسلمين بأنهم غزاة، وبأنهم كما قال لأحد الطلبة في إحدى الجامعات
يعني كانت الفتوحات الإسلامية أو غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ديزاكت كريمينال، عبر هكذا يعني أفعال إجرامية. نعم، هذه مسألة مهمة جدا، أن المسلمين عندما يدخلون مكانا أو أرضا أو يدخلون أو يفتحون بلادا، نعم، يشركون غيرهم في صناعة الحياة، في تنمية مجالات الحياة المختلفة، كما أنه يعتمدون في تعاملهم مع الأمم الأخرى ومع المخالفين طبعا من خلال القيم الأخلاقية التي يؤمنون بها. نعم، القيم الأخلاقية التي آمنوا بها والتي يمليها عليهم الهدي النبوي الشريف. فالكذب قيمة لا تجوز في الجزائر، كما أن الكذب لا يجوز في أوروبا، لا يجوز في النرويج، لا يجوز في كندا، لا يجوز في أي مكان يكون فيه المسلم في العالم. الكذب لا يجوز، السرقة لا تجوز، الغش لا يجوز، الاحتكار لا سبيكولاسيون لا تجوز. نعم، ما يقولش الإنسان المسلم لا يستطيع الإنسان المسلم أن يدعي إن كان صادقا في إسلامه وتدينه أنه هذه الأخلاق أنا مطالب بها فقط بين بني قومي، وأنه عندما أذهب إلى بلدان خاصة البلدان غير إسلامية أستطيع أن أفعل من هذه الأمور ما أشاء، وذلك تشويه للهدي النبوي وتقديم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بصورة مشوهة. وأكتفي بهذا حتى لا أتجاوز وقتي.